السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلان عن بطولة بابجي بي اس سي 2 للشرق الأوسط بمجموع جوائز 200,000 دولار، والتي تعتبر النسخة الثانية من بطولة بابجي بي اس 1 الحالية، تعرف على كيفية التسجيل فيها مع تغطيتنا لأحداث بي اس سي 1. كما تعلمون فقد انطلقت البطولة القارية للعبة بابجي تحت مسمى بابجي كونتيننتال سيريس 1، والتي تضم 16 فريق مختلف من كل منطقة جغرافية في العالم، سواء أمريكا أو آسيا وأوروبا ومنطقة الـ ABAS. واليوم نكمل معكم تغطية للبطولة مع إعلان مفاجئ يخص منطقتنا العربية. انتهت الجولة الأولى والثانية من أحداث بطولة بابجي كونتيننتال سيريس 1، والتي يتنافس فيها 16 فريق من كل منطقة جغرافية في العالم بهدف تحقيق لقب أفضل فريق في لعبة بابجي، مع الفوز بمجموع جوائز يصل ل 800,000 دولار مقسمة على كل المقاطعات المشاركة في البطولة بمجموع 200,000 دولار لكل منهم. وحتى الآن الأمور محتدمة للغاية، سواء من ناحية المباريات وسواء من التعليق الناري الذي يقوم به فريق عرب هاردوير خلال البطولة بحضور قوي من المعلق زيكا ستار. إذا كنت تريد معرفة كل التفاصيل عن البطولة ومجرياتها ونظام احتساب النقاط وخلافه، فقم بمتابعة هذا الفيديو إلى النهاية. أكبر بطولة بابجي قارية بمجموع جوائز 200,000 دولار تضم منطقة الشرق الأوسط رسميا. المهم، وقبل الدخول في تفاصيل جولات البطولة، فهناك إعلان مهم. استعدوا، لأن بطولة بابجي كونتيننتال اس 2 أو بي سي اس 2 ستبدأ قريبا بانضمام منطقة الشرق الأوسط بشكل رسمي للبطولة. إذا كنت محترفا في لعبة بابجي وتريد أن تبرز مهاراتك أمام الجميع، فيمكنك أن تشترك الآن في النسخة الثانية من بطولة بابجي كونتيننتال اس 2. والأهم من كل هذا أن التسجيل للبطولة سيفتح من بداية 7 يوليو وسيستمر حتى 16 يوليو لكل اللاعبين عبر الشرق الأوسط أيضا، لكي تبدأ بعدها مرحلة التصفيات المفتوحة. والفرق التي ستفوز في مرحلة التصفيات سيكون لديها الفرصة للدخول رسميا في البطولة في مرحلة المجموعات، في فرصة للظفر بمجموع جوائز تقدر ب 200,000 دولار. لذا اغتنم الفرصة وقم بالتسجيل.